فلا يقبلون التوحيد. وهذا حال عباد الموتى، يعني من زمن نوح عليه الصلاة والسلام إلى يومنا هذا. وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة، وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون. فهؤلاء أبوا أن يقبلوا الحق، وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا. هؤلاء ود وسواع ويغوث ويعوق ونسر كانوا عبادا صالحين من عباد الله سبحانه وتعالى، ولكن أتباعهم أحبوهم وبنوا لهم التماثيل ثم عبدت كما ذكرنا، صنعوا لهم التماثيل لتخليد ذكراهم، لكن لاحقا جيلا بعد جيل نسي الناس سبب بناء أو عمل هذه التماثيل، فظن أن هؤلاء يقربون الناس إلى الله فعبدوا لاحقا من دون الله.